النهارده تاني يوم في البطوله، بطوله الاشبال. امبارح كان عندنا بطوله البراعم، امبارح كانت المنافسات قويه جدا والاعداد كبيره جدا. النهارده مرحله الاشبال تاني يوم، برضو المنافسات قويه، وانت شايف الجماهير والاعداد، التنظيم، الوفود العربيه كلها بتشيد بالتنظيم وبالبطوله وبمستوى البطوله وبمدينه العالمين. اللي انا في كل لقاء بقول اللي موجود في مدينه العالمين لازم الناس تيجي تشوفه. اللي موجود في مدينه العالمين ده مدينة السحر والجمال وعاصمة السياحة في العالم. بجد اللي حصل هنا احنا لازم نشكر عليه الدولة المصرية، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم والمساندة والإبهار اللي احنا بقى شايفينه في العالمين يعني.